السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، من مهبط الوحي من بيت الله الحرام من جوار الكعبة الشريفة، يتجدد بكم هذا اللقاء وهذا الدرس الذي نلتقي فيه على مائدة القرآن، هذا الكتاب العظيم، هذا النور، هذا الفرقان، الكتاب الروح، الكتاب الهدى، هذا الكتاب العظيم، كتاب رب الأرباب جل جلاله، خاتمة الكتب السماوية المنزل على خير الرسل وسيد الأولين والآخرين، القرآن العظيم. نلتقي لنتدارس آيات هذه السورة الكريمة المباركة، سورة آل عمران، ونتواصل في هذه اللقاءات، في هذه الحقبة من هذه السورة الكريمة المباركة، مع ذاك الدرس العظيم الذي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الصحابة معه رضوان الله عليهم، في مرحلة مهمة من مراحل بناء الأمة المسلمة، بناء النموذج والمنجز الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نموذج الصحابة رضوان الله عليهم، والذين أكرموا بمرافقة ومصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك النموذج الذي حقق في مداه رضوان الله سبحانه وتعالى ورضاه، وأعلن ذلك ليكون قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الكلمات الربانية في آيات قرآنية لتعطي الدلالة على ما وصل إليه ذلك المجتمع والنموذج، القدوة والأسوة الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسسه وفق هدى القرآن ووفق وحي السماء الذي أنزله الله عز وجل عليه وعلمه إياه وهداه له، فكان ذاك النموذج المبارك الذي الأمة في كل مراحلها هي مأمورة بأن تتأسى به وأن تنظر إليه. فلذلك القرآن العظيم كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك البناء، في ذلك البناء. الآيات التي نقف معها والتي في هذه المرحلة ابتدأت بتلك الحقيقة العظيمة القرآنية أمام أعظم مؤثر على الإنسان في قبوله الحق أو الانحراف عن الحق، فإن الإنسان خلق على خلقة وغرز في نفسه حب الشهوات والتعلق بالدنيا، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا، وإن هذا المتاع وهذه الشهوات نجد أن من أعظم الوسائل والبوابات التي الناس يتعلقون من خلالها بذلك الأمر ما يتعلق من بوابة الملك والسلطان، وما يحقق للناس بعمومهم ولمن هم في ذلك المكان من تلك الأمور، من تلك الأمور. فلذلك يعني من خلال أيضا الآيات من أول سورة آل عمران كيف كان لهذا الأمر أثره في صدود نصارى نجران، ثم كيف كان له أثره في صدود اليهود، ثم كيف كان له أثره في صدود المنافقين، ثم كيف كان له أثره قبل ذلك في صدود الملأ من قريش والوجهاء وأصحاب الجاه والمال في قريش، كيف هذا الأمر صد كل هؤلاء عن قبول الحق. ثم تبين لنا كيف أن القرآن والذي من مقاصده تثبيت أهل الإيمان على الإيمان وتقوية عزمهم وصبرهم على الحق، وألا يتأثروا بالشبهات وألا يتأثروا بالشهوات المعروضة عليهم والتي تصرفهم عن الحق. فلذلك كانت تلك الآيات المبتدئة بقول الله قل اللهم مالك الملك، ثم بعد ذلك ما تبعها من تعميق هذه الحقيقة في النفوس ببنائها على البرهان الأعظم في القرآن، برهان الخالقية الدال على استحقاق الكمال لله عز وجل في أمر الربوبية وأمر الألوهية والكمال في أسمائه وصفاته. فكان البرهان الأعظم لذلك كله هو برهان الخالقية. ثم بني على هذا التأسيس العظيم الذي يؤسس في قلب المؤمن القبول لما يأتي من عند الله جل جلاله، فبني على هذا التقعيد ذاك الحكم الشرعي في قول الله عز وجل في آية الدرس الماضي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولكن كما قلنا لما كانت النفس معلقة بالشهوات وبحب الدنيا وأن هذه غريزة في نفس الإنسان، ولما كان هذا الأمر له هذا الأثر العظيم في حرف الإنسان عن طريق الحق وفي انجرافه إلى أهل الباطل، فلذلك كانت صيغة التحذير حقيقة عظيمة جدا، حيث لم يكن التحذير في بيان ذلك الحكم بالعقوبة أو بذكر عقوبة محددة، وإنما التحذير بالله نفسه لما لهذا الأمر من أثر عظيم. فلذلك ثم بعد ذاك البيان للحكم والتحذير أيضا يستمر التحذير بماذا؟ فكان الأمر الأول بالله نفسه، ثم يأتي بعد ذلك ويتبعه بأعظم واعظ للقلوب ذكر في القرآن. ما هو هذا الواعظ الأكبر؟ ما هو هذا المذكر الأعظم الذي يذكر به الإنسان وتكراره لأنه أنجع واعظ لقلب الإنسان وأنفعه وأرفعه وتأثيره قوي؟ ومن أراد المعالجة الناجعة فعليه بهذا الواعظ الأكبر. ما هو هذا الواعظ الأكبر؟ استحضار مراقبة الله القائمة على أن الله هو العليم له العلم المطلق، أن الله هو العليم له العلم المطلق، لا يخفى عليه شيء أبدا ولا يغيب عنه شيء أبدا، لأنه العليم، لأنه الحي، لأنه القيوم، لأنه الرقيب،
جل جلاله. فلما أن هذا الواعظ الأكبر الذي كما يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه يقول: لا تقلب ورقة من المصحف إلا وتجد هذا الواعظ الأكبر يناديك، ليس هناك ورقة من المصحف إلا وتجد فيها ذكر وإشارة لهذا الواعظ الأكبر، التذكير بأن الله هو العليم وأنه الرقيب جل جلاله، وأن معيته لعباده دائمة أبدا، وأن علمه جل جلاله محيط بهم من كل ناحية وبالأشياء كلها وبالأمور كلها. إذن هذا الواعظ الأكبر، فبعد التحذير بالله نفسه يأتي التحذير بماذا؟ بالواعظ الأكبر. وهذا أول حقيقة ما ينبغي أن نفهم منه، إذن هو حديث عن أمر خطير غاية في الخطورة، حتى احتاج هذا الكم الهائل من التحذير والتنبيه بالله نفسه ثم بالواعظ الأكبر. فهل استوعب الناس أمر العلاقات مع بعضهم البعض وأن لها هذا التأثير وهذه الخطورة، وأن الأمر ليس بتلك الصورة التي يستهين بها الكثير ويأخذها الكثير بالسذاجة والتهاون؟ فإن الأمر عظيم. فيقول الله عز وجل بعد أن تبين في قضية الولاء والبراء وما أشرت إليه في الدرس الماضي من أن تلك القضية وهي كلية من كليات الدين وأصل عظيم من أصول هذه الشريعة المباركة وشعيرة كبرى من شعائرها، وأن تلك الشعيرة لها ارتباط بمفردات كثيرة، فإن الوعي بها لمن يريد أن يعلم وأن يتحدث فيها لا بد أن يكون عن وعي وأن لا يكون عن إدراك محدود لبعض قضاياها، فإن هذا الأمر قد يكون سبب لطريق غلو أو لطريق تفريط، وأن الهدى الذي يقدم فيها ليجعل الناس على طريق استقامة واعتدال وتوسط واتزان إنما يبنى ممن أدرك ذلك الأمر بمجموعه كله، لأن ذاك الأمر فيه مواقف صارمة، فيه استثناءات، فيه مصالح، فيه مفاسد، وكل ذلك محكوم بحسب الموقف وضوابطه وشروطه، فليس هو موقف واحد فقط، وإنما هي مواقف لكنها منضبطة بميزان واحد فقط. فالميزان واحد وما ينشأ عنه مواقف متعددة، وكل ذلك يجمعه تحقيق للولاء والبراء، تحقيق للولاء والبراء. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية والخطورة المترتبة عليه عظيمة، براءة من الله، ليس من الله في شيء، ويحذركم الله نفسه، فإذا الأمر يحتاج إلى وقوف وتبين، يحتاج إلى وقوف وتبين. فإذا الأمر الثاني الذي بني عليه التحذير في أن تلتزم النفس بهذا الحكم الرباني، الرباني للعبد المؤمن المسلم الذي دخل في عقد الإسلام وتعاهد مع ربه بذاك العهد العظيم أن يخضع لأمره، فإن من تحقيق من الوفاء بالعهد والميثاق وبعقد الإسلام أن يكون الإنسان وفيا في أمر العلاقة مع الناس. فيقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لأن قضية العلاقة ليست علاقة
بدنية فقط، وليس اتصال جسدي وتقارب فقط جسدي، بل الأصل فيه هو ذاك التلاقي القلبي، وأعمق ما فيه ذاك التواصل القلبي والمودة والمحبة، هذا لب العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض. فلما كان الأمر أصله لما في القلوب، ابتدأ التنويه والتحذير من هذا المكان من الباطن للإنسان قبل الظاهر من الإنسان، وربط ذلك بماذا؟ بعلم الله عز وجل المطلق. ولما كان أيضا أن الإنسان اتباعا لهوى نفسه قد يظهر شيء ويبطن أمرا آخر، ولما كان الإنسان قد يظن أن الأمر مرده إلى الظاهر فقط، فلذلك كله جاء التنويه بهذا الأمر. وأيضا لما كان الشيطان قد يجر الإنسان ويعني يقنعه بأنه يكفيه ألا يظهر الميل بالبدن والقول نحو الكافر، وأن يبقي ذلك في قلبه وأن يخفي الظاهر عن الناس، فلما كان كل تلك الأمور يمكن أن تكون، فلذلك جاء التنويه أيضا بهذا الواعظ الأكبر لي ومخاطبة الصحابة رضوان الله عليهم به وكذا الأمة من بعدهم. فيقول الله عز وجل قل، وقلنا في دروس ماضية أن في هذه السورة تكرر فيها هذه الكلمة قل، فنجد هنا قل وقبلها قل، ونجد بعدها بآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكأن تلك المرحلة كان من الغايات القرآنية تعميق قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والطاعة والسمع له صلى الله عليه وسلم، كانت قضية محل العناية في التربية للصحابة رضوان الله عليهم حتى لا يقدمون على قوله وحكمه وهديه وسنته شيء عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ والسبب لأنه مبلغ عن ربه، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالحق ولا يفعل إلا الحق ولا يعلم إلا الحق. لما كان بهذه الكيفية عليه الصلاة والسلام، فلذلك نجد في هذه السورة هذا التعميق لمفهوم الاتباع والطاعة وربطه بماذا؟ بأن ما يقوله إنما هو أمر من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا يقول الله عز وجل قل، أي يا محمد قل لأصحابك. وهنا مع أننا نجد في آيات الله عز وجل يأمر الناس مباشرة بدون واسطة قل، ولكن هنا كأن هنا معنى يراد أن يبنى وأن تتعمق مفاهيمه في النفوس، وهي قضية الطاعة والخضوع والقبول من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله قل إن تخفوا ما في صدوركم، وأطلق لفظ الصدر والمراد ما في داخله وهو القلب، لأن القلب محل العقل، محل العقل، والعقل هو محل الإدراك والإرادة والوعي، والقلب محل أعمال القلوب وهي العزوم التي والإرادات الجازمة. فلما كان القلب بهذه المكانة، فيقول الله عز وجل يا محمد قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذن هذا مقوم الرئيس في الواعظ الأكبر، وهو علم الله المحيط الذي يستلزم منه أن الله رقيب،
وأنه جل جلاله محصي ما يفعله البشر، فإنه يحصيه عليهم سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدره وما يخفيه عن الناس كلهم، إذن كم سيكون لهذا الأمر من تأثير في أن يقف الإنسان موقف الجد والحزم في علاقته مع غير المؤمنين وفي ولائه لهم. فيقول الله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله، فإنه لا يخفى عليه شيء. وأن الأمر المخفي يعلمه كما يعلم الظاهر، لا يشق عليه هذا ولا يسهل عليه ذلك لأنه ظاهر، وإنما العلم بذلك كله بالنسبة له سواء، كله سواء، فهو يعلمه ولا يخفى عليه شيء. ويقول الله عز وجل: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. في العادة نجد أن الانتقال من العام إلى الخاص للتنويه بشأن الخاص، وهنا انتقال من الخاص إلى العام، فإن العلم بما في صدور الناس هو جزء من علم الله بما في السماوات وما في الأرض، وذلك لما كان المخاطب الإنسان وقضية مرتبطة به وبحاله وبعلمه هو وبما يسر في قلبه فقدمت في الذكر. طيب لماذا بعد ذلك الانتقال إلى العام؟ الانتقال إلى العام لأن فيه تعزيز وفيه تحذير عظيم فيما تعلق بالأمر الخاص. كيف؟ فعندما أخبر الله أنه يعلم ما في الصدور، فإن مما يزيد من مكانة علم الله عز وجل، لأن الإنسان عندما ينظر إلى علم نفسه الذي يعلمه في مقابل العلم بالأشياء التي يجهلها، فإنه إذا وقف على أن الله عز وجل يعلم ما في نفسه، وهذا علم، إذن هو مدرك له، ولكن علم الله أيضا محيط بعلم هو لا يدركه، أي هذا الإنسان، فيدل على عظمة علم الله. فإذا العام هنا مما يعزز معنى الخاص ويجعل له مكانة عظيمة. فإذا كان الله يعلم ما أنت تعلمه من نفسك، فأيضا علم الله عز وجل مع ذلك علم بما لا تعلمه أنت مما هو في السماوات والأرض، فهذا يملأ في قلب الإنسان رهبة وخشية، لأن الإنسان قد يقول، لو قيل مثلا أنت تعلم شيء وشاركك فلان في علم بالشيء، إذن هو يعلم ما أعلم، لكن عندما تقول أن هذا الإنسان، ولله المثل الأعلى، يعلم ما تعلم ويعلم شيئا لا تعلمه، فهنا يبدأ النظر إلى هذا الإنسان بمرحلة أرفع مما أنت فيه، لأنه يعلم شيئا أنت لا تعلمه، وإن كان يشاركك فيما تعلمه، لكن لما كان يعلم شيئا لا تعلمه ازدادت مكانته في عينك، ولله المثل الأعلى. فمع علم الله بما في نفسك، فهو جل جلاله يعلم، جل جلاله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء. إذن هنا ماذا يصبح عندما يعلم العبد أن الله يعلم ما في صدره وما في قلبه؟ ليست قضية مشاركة في العلم فقط، لا، أبدا أبدا، وإنما بتلك الإضافة، وهي بقول الله عز وجل: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أصبح علم الله في نظر هذا الإنسان بعد إدراكه لهذه الحقيقة أنه أمر عظيم يجعل لله عز وجل في يعني مكانة جليلة، وأن إدراكه بأن الله يعلم
أن هذا أمر عظيم وتحذير كبير ورادع ضخم بالنسبة للإنسان أن يقترف شيئا لا يرضاه هذا العليم جل جلاله. ثم يقول الله: والله على كل شيء قدير. سبحان الله، الذي يمنع المخطئ الذي أو يجرئ المخطئ على أن يستمر في خطئه، وهو إذا علم أن من بيده أمر المحاسبة لا يعلم ما يفعل، والأمر الثاني أنه ليس عنده القدرة على أن يحقق فيه تلك العقوبة. إذن إما أنه يجهل فعل هذا المخطئ، أو أنه عاجز عن ينزل به العقوبة، فلذلك يتجرأ صاحب المعصية على المعصية وصاحب الخطأ على الخطأ. فالعلاج ما هو؟ العلاج بأن تبين له أن الله جل جلاله يعلم وليس يجهل، فهو عليم بكل ما تفعل، بكل ما أخفيت. إذن انتفى العائق الأول، والتعليل الأول الذي قد يعتمد عليه الإنسان الجهول المخطئ يتعلق به ليخطئ، فانتفى التعليل الأول والتبرير الأول والتعليق الأول، وهو أن المعاقب يجهل ما فعلت، فالله عز وجل لا يخفى عليه فعلك. الأمر الثاني العجز في أن ينزل العقوبة، فيخبر الله أن ذلك منتف في حقه، فهو ماذا؟ فهو على كل شيء قدير. فإذا المخطئ أراد أن يخطئ فعلم أن المحاسب عليم بخطئه وأنه لن يخفى عليه شيء، فهذا أمر يجعله يقف نصف الطريق. ثم إذا علم أنه قادر على إيقاع العقوبة وأنه لن يمنعه أحد كائنا من كان أن ينزلها به، فهل عند ذلك سيتجرأ على فعل الخطأ؟ إذا علم أن المحاسب والمعاقب يعلم وأنه قادر على إنزال العقوبة، ثم أن عقوبته شديدة، وهذا ما سيأتي في الآية التي بعدها، وأنها حتم حاصل، هل عندها سيتجرأ على الخطأ؟ يعلم ويقدر على أن يحقق العقوبة، ثم أنه أمر بحزم وعزم لا تردد فيه، وأنه كائن لا محالة. من وقف مع هذه الأمور هل سيتجرأ بعد ذلك وتدفعه نفسه على أن يقع في ذلك الخطأ؟ لا يفعل ذلك إلا والعياذ بالله إنسان مسخ على قلبه، وإنسان لا يعرف مصلحة نفسه، وإنسان فعلا لا عقل له، وإنسان لا يتعامل مع نفسه بعقل أبدا أبدا. فلذلك نجد هذه الآيات هي كيف تنقل الإنسان إلى هذه المفاهيم، وكيف تربي نفسه على هذه المفاهيم العظيمة الجليلة. فإذا في هذه الآية إذا ماذا عولج فيها بالنسبة لهذا الإنسان؟ فالأمر الأول معالجة أن الإنسان قد يجرئه على فعل الخطأ عندما يستقر في نفسه أن المحاسب المجازي لا يعلم ما صنع، فهذا يجرئه. إذن ما هو العلاج؟ أن يعلم أن المجازي المحاسب يعلم ما صنع، ويعلم ما ظهر ويعلم ما خفي. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أنه قادر على أن يوقع عقابه، وأنه ليس في مقدور أحد أن يرده، وأنه ليس في مقدور العبد أن يفر عنه. ثم الأمر الثالث أن ذلك محدد له زمن ومكان، وهيئت له دار أعدت تمام الإعداد،
لإنجاز ذلك الوعيد. فإذا أوقف الإنسان تلك المواقف فإنه لا يسعه إلا أن يترك ذلك الخطأ. إذن هذه الآية الكريمة حققت في معالجة الإنسان تلك الأمور العظيمة، لذلك الصحابة تقبلوها بتمام القبول والوعي، وأثمرت تلك المواقف. ماذا كان موقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي؟ عبد الله صحابي جليل ابن كبير المنافقين، ماذا كان موقفه من أبيه وهو يتلقى مع الصحابة هذه الآيات؟ كان ذاك الموقف العظيم في البراءة وتحقيقا لأمر الله عز وجل. أسأل الله التوفيق والهدى، وأسأله سبحانه وتعالى صدق الإيمان وسلامة العمل، فإنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.